لفقرة ضيف النشرة ونناقش معه هذا المساء تطورات الوضع في منطقة القرقرات ومهيريز والاستفزازات المتجددة لجبهة البوليساريو ومسؤولية الأمم المتحدة في المناطق منزوعة السلاح. ينضم إلينا دكتور عبد الرحمن أرسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء الخير أستاذ عبد الله. البوليساريو جمع عناصره ويتحرك في المنطقة العازلة مرة قرب مهيريز مرة قرب القرقرات. بداية نريد منكم قراءة في هذه السلوكات، على ماذا تدل برأيك؟ المتابع لسلوكات البوليساريو مرة في القرقرات مرة في مهيريز ومرة في بير الحلو سيلاحظ بأن الأمر يتعلق بأجندة يحملها البوليساريو، سأعود إليها بالتفصيل. هدفها محاولة في هذه المرحلة بالذات تحويل مجريات النزاع بخلق أحداث من شأنها الضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة وهي تجتمع لإصدار قرار. البوليساريو يشعر بأن الأحداث تتجاوزه منذ سنوات ووراءه أجندة الجزائر التي باتت تشعر بأنها هي المعنية، فهي لذلك تغامر بدفع عناصر البوليساريو. لاحظنا أن هناك أطفال، هناك نساء، وهناك عناصر مسلحة تدفع بها في جبهات متعددة. الخطير هو الذي يتابع سيلاحظ بأن هناك نفس الوجوه وأضيفت إليهم حراسة من طرف عناصر مسلحة، بمعنى أنه ليس هناك ثقة حتى في تلك الوجوه التي يدفعون بها. يرددون مقولات بعض الأساطير التي تجاوزتها الأمم المتحدة مثل أسطورة المناطق المحررة غير موجودة. هذا المفهوم هو غير موجود في قرارات الأمم المتحدة ولا في تقاريرها. إذن هناك دفع للبوليساريو نحو هذه المناطق، شيء الذي يجعله في مواجهة مع الأمم المتحدة. نتوقف عند هذه النقطة، يعني هناك أجندة كما تقول أستاذ منار سليمي لتحويل مجريات الأحداث في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن لإصدار قراره، وشهدنا يوم أمس عناصر من البوليساريو في منطقة مهيريز رغبة تنبيه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره وأيضا في بياناته إلى أن يعني المنطقة العازلة يجب أن تظل خالية. هل معنى هذا أن البوليساريو يوجد اليوم في مواجهة مع الأمم المتحدة؟ وأيضا هذه مناسبة للحديث عن يعني مسؤولية الأمم المتحدة في المناطق منزوعة السلاح. أولا أوضح، لما أقول أجندة فالذي يتابع مثلا الإعلام الجزائري الرسمي وكالة الأنباء وتصريحات الجزائريين واستضافاتهم لقيادات البوليساريو ويربط مع هذه السلوكات سيلاحظ بأن هناك أجندة، ولكن هذه المواجهة هي بين البوليساريو والأمم المتحدة على اعتبار أن الأمم المتحدة هي التي تدير المنطقة العازلة، والمغرب هو يوجد في وضعية الدفاع الشرعي عن النفس. هذه مسألة يعطيها له ميثاق الأمم المتحدة المادة 51، لاحظنا بعض الاستفزازات، ويمكن للمغرب هنا أن يدافع انطلاقا من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه معروفة ممارسة قانونية معروفة في المنتظم الدولي. إذن هو في مواجهة مع الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تتحمل المسؤولية لأنها أولا تركت بوليساريو يعربد في هذه المناطق، أقول يعربد بطريقة بهذه الطريقة. مسألة أخرى هي تقول في تقاريرها بأن بعثتها في خطر، وتعرف جيدا بأن المنطقة فيها مسلحون، فيها إرهابيون، فيها الجريمة المنظمة، تقول بأن البعثة في خطر وهي تنبه، وننتظر أن يكون هناك تنبيه قوي من طرف مجلس الأمن، هذه المجلس الذي له لغة تكون تنفيذية هدفه حفظ الأمن والسلم الدوليين. والآن نحن أمام خرق واضح لمقتضيات الأمن والسلم الدوليين. أكثر من ذلك، هناك أيضا مسؤولية الجزائر أمام الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن هؤلاء هذه المجموعة تخرج من الأراضي الجزائرية وتدخل إلى المنطقة العازلة. إذن أي حدث يمكن أن يقع
في هذه المنطقة تتحمل مسؤوليته البوليزاريو وتحمل مسؤوليته الجزائر، وننتظر من الأمم المتحدة أن يكون هناك تنبيه. كان في مرحلة معينة كان هناك بمعنى كان هناك تنبيه قوي للبوليزاريو، ننتظر هذه المسألة في الأيام المقبلة وستكون أيضا في القرار القادم. نعم، ويتزامن يعني دفع المدنيين نحو المنطقة العازلة مع احتجاجات الآن في مخيمات تندوف بعد مقتل صحراويين حرقا من طرف الجيش الجزائري، ما هي دلالات هذه الجريمة الخطيرة برأيك؟ جريمة إحراق صحراويين، هذا أعود هنا إلى كل الوقائع الدولية التي حدثت عبر التاريخ، فهذا سلوك همجي. أولا الكل يعرف بأن هذا النوع، هذه المحرقة للصحراويين هي مرتبطة بأحيانا قلت ببعض الأنظمة الخطيرة، هنا كنتحدث على نظام مثلا هتلر هو اللي استعمل هذه المسألة اللي كان خارج إطار قواعد القانون الدولي، نحن أمام هذا النوع من الممارسة، أيضا ممارسة داعشية شبيهة بما وقع للطيار معاذ كساسبة من طرف داعش لما أحرق، لأن هذا الفعل هو أحرق صحراويين أحرقوا من طرف الجيش الجزائري، جريمة مقصودة بمعنى أنه صب عليهم البنزين داخل بئر، وهذه بمعنى لم يكن هناك لا عملية انذار لهؤلاء ولا عملية إلقاء القبض عليهم، بل أكثر من ذلك أن المعلومات تقول بأن هذا يكشف عن أن وجود مجموعة من الأشخاص اختفوا في الشهور الماضية. الآن المسؤولية هي مسؤولية الجيش الجزائري، هذه أعتقد بأنها رسالة من طرف الجيش الجزائري إلى ساكنة المخيمات. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا كثيرا، هم موجودين في المحيط الذي رسمت لهم الجزائر فقامت بعملية إحراقهم، ولكن دعني هنا أقول كلمة هي تتأكد الآن، الذي يعرف الجزائر جيدا ويعرف ما يسمى بالتوجيهات والمذكرات التي هي مذكرات يسميها قانونية، هي هناك شخصان لا تسمح لهما بالملكية داخل الجزائر، هما القادمون من المخيمات وبمعنى الصحراويون واليهود، لا تسمح لهم بهذه العملية، تقول بأن أي شخص يمكن أن يملك في الجزائر إلا هذين الاثنين. إذا لكي نفهم هذا السلوك، وسلوك خطير، هي جريمة، وأتوقع بأنه أن تكون هناك تحرك للمنظمات الدولية. لماذا؟ لأن هناك مدنيين يجب حمايتهم من هذا النوع من الجرائم، قد تكون هناك بحرائق أخرى وهي تمس فئات من قبائل معينة من الصحراويين، بمعنى أن يجب أن تكون هناك إدانة. نعم. من طرف المجتمع الدولي. لماذا؟ لأن هؤلاء الساكنة هناك واجب وحق حمايتهم بمقتضى قواعد. نعم. القانون الدولي. مسألة أخرى، يعني الملاحظة أن قيادات البوليساريو ومع اقتراب قرار مجلس الأمن باتت تطلق تصريحات عبر وسائل الإعلام الجزائرية وتقول إنها مقبلة على توقيع اتفاقيات عسكرية مع من تسميهم بأصدقاء، ما وراء هذه التصريحات دكتور منار سيني؟ دعني هنا أربط بين مجموعة من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها. هناك مواد في مسودة الدستور الجزائري وهي المواد 31 32 91 بات تسمح الآن للجيش الجزائري بأن يتم نشره خارج الحدود، هذا مسألة. والذي يتابع التصريحات سيلاحظ بأن المقصود هو المحيط الإقليمي، هذا إذا ربطناه بمسألة ما يقوله البوليزاريو، قيادة البوليزاريو من داخل المنابر الجزائرية تشير إلى أنهم مقبلين على توقيع بين مزدوجتين، لا يمكن أن نسميها اتفاقية لأن الجزائر دولة معاكية انفصالية، هذا شيء آخر في القانون الدولي. ماذا نسميه؟ نسميه بأنه عدوان. لما تأتي دولة وتفكر بهذا الشكل تريد أن تبرم اتفاقية مع كيان انفصالي مهما حاولوا أن يقدموه، فهذا يعتبر في القانون الدولي عدوان. لماذا؟ لأنه آنذاك إذا تمت هذه العملية فإنه أي حدث يمكن أن يقع ستكون مسؤوليته على الجزائر. وأربطها بمسألة أخرى، ما يقوم به إسماعيل شرقي هذا المكلف بالسلم والأمن، هذا مندوب مثلا في الاتحاد الإفريقي، فهو
يجري بسرعة منذ شهور لمحاولة نشر قوات الاتحاد الإفريقي في شمال مالي. من ستكون هذه القوات؟ يريد أن يدخل الجزائريين، والجيش الجزائري دخل واقتطع كيلومترات من مالي منذ أيام. إذا نفهم ما يجري، هذه الخطورة التي هي مرتبطة بما يجري داخليا، بما يجري داخليا داخل الجزائر. يبدو بأن هناك الذين يقودون، جنرالات الذي يقود الجيش، يغامرون في كل الاتجاهات نتيجة ضغوط داخلية، لأنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون. نعم. طيب، نتوقع الآن قرارا لمجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية، ما توقعاتك في مضامينه؟ هذه الأجندة التي تحدثت عنها، وهذه السلوكات، نقل عناصر من البوليزاريو في كل هذه النقط التي تحدثت عنها، وما يقوله تقول قيادة البوليزاريو، تشعر بأن القرار القادم لن يكون في صالحها مثل القرارات التي مضت، الذي يعود منذ سنة 2007، منذ القرار 1754 إلى حدود القرار 2494 الأخير. سيلاحظ بأن مجلس الأمن غير المقاربة جذريا، بمعنى كل المفاهيم التي تروج لها الجزائر والبوليساريو لم تعد موجودة. هو يتحدث عن مقاربة واقعية، يعود إلى استنتاجات فالسوم، مبعوث فالسوم الهولندي، يتحدث عن حل سياسي ويشير إلى مقترح الحكم الذاتي. إذن هذا واضح جدا بأن قرارات مجلس الأمن تجاوزت كل الأساطير التي كانت تتحدث عنها الجزائر، بل أكثر من ذلك أنها باتت تشير إلى أن الطرف المباشر في النزاع هو الجزائر. تشعر بهذا، لهذا فهي تحاول أن تطبق هذه الأجندة وتدفع بمدنيين ومسلحين، أقول مدنيين فقط، الأطفال والنساء، الباقي كله مسلح، تهامر بهم في المنطقة العازلة، ولا أحد يعرف ماذا سيفعلون بهم. أنا هناك بعض المعلومات تقول، هذا معروف جيدا، أن ساكنة المخيمات يستعملون في كل شيء بما فيها، أن زيارة شنقريحة منذ أيام هي لمحاولة البحث عن طريقة لكي يصوتوا على الدستور الجزائري. كل شيء يتم توجيههم نحوه. نعم. وانطلاقا يعني من كل هذه الأشياء التي ذكرتها، برأيك ما هي سيناريوهات ما يجري الآن فوق الأراضي الجزائرية داخل مخيمات تندوف؟ لأين تتجه الأوضاع بعد كل هذه الأشياء التي تدفع بها الجزائر عناصر البوليساريو وفي كل الاتجاهات كما تقول؟ استشراف السيناريوهات يجب أن ينطلق من داخل الجزائر. هناك داخل الجزائر هناك نوع من لا يعرفون إلى أين يتجهون، وكلما ازداد هذا الوضع الجزائر نحو المجهول ستزداد المغامرة بعناصر البوليزاريو. هذا سيناريو واضح جدا. لماذا؟ لأنه سنلاحظ حتى داخل البوليزاريو هناك صراع بين غالي والبوهالي، وهناك من يدفع نحو مسألة القيام بأعمال عدوانية. هذا واضح جدا، وقد تدفع بهم الجزائر وتتحمل هذه المسؤولية. هذا سيناريو. سيناريو ثاني، وهو أن تستمر الجزائر في صناعة بوليزاريو جديد. البوليزاريو الأول هو مات، وهي تحاول صناعة بوليزاريو جديد بقيادة لن تكون هي إبراهيم غالي، يبحثون عن قيادة أخرى. وقد لاحظنا بأنهم يعودون لما كان تقريبا منذ بداية السبعينات، يحاولون بناء وثائق والدعاء وصناعة أضاليل جديدة كلها. لماذا؟ لصناعة بوليزاريو جديد يكون بطريقة أخرى، يدفعون به نحو المنطقة العازلة، ويتحدثون عن أجندة خطيرة يسمونها مسألة إعمار هذه المنطقة العازلة، وهذا خطير. نعم. جدا. نعم. مواجهة مع مجلس أمن ومع المجتمع الدولي. إذن سيناريوين خطيرين. نعم. جدا. واضح. شكرا لك دكتور عبد الرحيم نارستيمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على هذه المشاركة.